كده ايه هو تعريف الحول؟ الحول بكل بساطة هو انحراف العين عن الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ان احنا بنلاقي العينين مستقيمتان ومتوازيتان، لهما متقابلتين مع بعض للداخل، وده اللي بنسميه الحول الأنسي، ولا هما متباعدتين عن بعض، وده اللي بنسميه الحول الوحشي، ولا هما واحدة عين أعلى من العين، وده اللي بنسميه الحول الرأسي. انحراف العين عن الوضع الطبيعي ده اللي بنسميه الحول بكل بساطة. طبعا العين ربنا خالقها مربوطة بست عضلات، ست عضلات في العين اليمين وست عضلات في العين الشمال. ال 12 عضلة دول ربنا خالق ما بينهم تناغم وتوازن في الحركة بتاعة ال 12 عضلة. اختلال التوازن بين العضلات دي بيؤدي إلى حدوث ما يسمى انحراف العين أو الحول. والعضلات دي يا دكتور هي كمان اللي بتسمح لنا ان احنا نبص يمين او شمال او نحرك عينينا فوق او تحت او تحت. هي دي وظيفه العضلات. الحركه الاساسيه للعين، حركات العين الاساسيه، ان العين بتتحرك في 9 اتجاهات اساسيه. اختلال حركه العين في احد هذه الاتجاهات يؤدي الى حدوث الحول. احنا عشان نفهم الحول بكل بساطه لازم نعرف العين دي بتتحرك ازاي، او عشان نعرف اسباب الحول لازم نعرف العين بتتحرك ازاي. ربنا خالق في خالق الانسان المخ قشره المخ بتدي اشاره عصبيه. الاشاره العصبيه ديت بتنزل الى حاجه اسمها جذع المخ. جذع المخ موجود فيه ثلاث انويه لثلاث اعصاب كبار. ثلاث اعصاب، العصب الاول اسمه العصب الثالث، العصب الثاني اسمه العصب السادس، والعصب الرابع. الثلاث اعصاب دول بيمشوا في الجمجمه ويوصلهم الى العضلات بتاعه العين عشان تغذيها بالاشارات العصبيه من المخ عشان العين تتحرك في الاتجاه المستقيم والمتوازي. طيب دكتور معلش هوقفك هنا لانه محتاجه اسال، هل الحول ده بقى نتيجه لانه اشارات المخ ما بتوصلش بشكل مظبوط للعين، ولا نتيجه وجود ضعف في العضلات اللي حياتك شرحتهم دلوقتي اللي هم 12 عضلة ماسكة العينتين؟ أي خلل في المسار اللي بيمشي من المخ إلى العضلات بتاعت العين يؤدي إلى حدوث الحول. أسباب كتير جدا، بس إحنا قبل ما يعني الحول، أول حاجة في حاجات شبيهة بالحول. أول نوع من أنواع الحول، الحاجات اللي هي بتلخبط الغير المختصين، في نوع من الحول مشهور جدا اسمه الحول، قبل ما نكشف على المريض بنستثنيه الاول، اسمه الحول الظاهري او الحول الكاذب. هو ده له صوره لو الاعداد جابها لنا، الحول الظاهري او الحول الكاذب. طب ده نوع اخر غير الحول الانسي او الوحشي؟ الحول الظاهري او الحول الكاذب ده زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي، الطفله الجميله ديت كانت والدتها جايباها وقلقانه جدا، بتقول كل حد يشوفها يا دكتور يقول لي ده عندها حول. ليه هي بتقول كده؟ بتقول لان عندها في تفاصيل الوجه عندها حاجه اسمها جسر الانف عريض، المسافه بين العينين عريضه، فمديه ايحاء ان العين داخله لجوه. العينين داخله لجوه. اما فحصنا البنت ديت، اول حاجه في الفحص بتاعنا بنقوم عاملين حاجه، بنسلط الضوء على العينين. لو نلاحظ في القرنيه بتاعت العين اللي هو الجزء الاسمر في منتصف العين، هنلاقي انعكاس النور جاي بالظبط في النص سمار العين. معنى كده ان العين لا منحرفه للخارج ولا منحرفه للداخل. عملنا بعد كده حاجه اسمها حركه العين في 9 اتجاهات، لقينا التسع اتجاهات الحركه بتاعتهم، العضلات بتاعت العين متوازيه ومتوافقه مع بعض. بعد كده بنعمل حاجة مهمة جدا، بنحط قطرة لتوسيع حدقة العين وبنقيس النظر للمريض، لقينا ان قاع العين سليم، ولقينا ان النظر بتاع الطفلة ده سليم، فطمناها وقلنا لها لا هي ديت وضع مؤقت، كل ما هتكبر في السن ان شاء الله مش هيكون جسر الانف ده هيقل في الحجم، وبالتالي ودي حاله برضو تانية برضو نفس القصه. جسر الانف ده يا دكتور بيبقى المسافه اللي ما بين العينتين او عرض المناخير نفسها من فوق. عرض المناخير، عرض الانف من فوق. طبعا احنا بنطمن المريضه عن علم وليس عن جهل، يعني لازم
ما نقولش كده وخلاص، لا ده ده حول كاذب ما تكشفيش عليه. معلش يا دكتور، بس هي المشكله دي تتحل ازاي؟ بمعنى انه احنا عارفين كلنا ان كل ما بنكبر كل ما حجم مناخيرنا نفسها بتكبر كمان. لا هي فازاي ازاي ممكن عندها المسافه دي هتقل؟ هي هتقل الحاجز الانفي ده هيطلع لقدام شويه مع مرور السن. هينمو يعني. هينمو للامام، فالعينين هتقرب من بعضها شويه. فالإيحاء فبالتالي الحول الكاذب ده مش هيبقى واضح قوي زي ما هو واضح في الصوره. يعني على فكره انا حتى يعني انا ما لاحظتهوش. لا هي جايه بتقول عندي حول. تمام، عشان كده كاذب كاذب بقى، لان هو كاسب. هو ممكن يدي ايحاء ان هو مش موجود اصلا. مش موجود اصلا، حول كاذب. الحول الظاهري ده، الحول الظاهري ده ده علاجه ايه؟ بنطمن الام، متابعه فقط لا غير. ده لا يحتاج لعمليه ولا يحتاج نظاره، ده طفل طبيعي جدا مش محتاج اي حاجه خالص. يعني ايه حول ظاهري يا دكتور؟ يعني احنا شايفين برضو الصوره شكلها طبيعي. لا دي ما بتحرك عينيها بتحسي ان العين داخله لجوه. العين داخله لجوه، فبتدي ايحاء ان هي عندها حول. طيب دكتور، عشان نقول ان الشخص ده بيعاني من مشكله الحول، هل هي مشكله لازم تبقى دائمه مع الشخص؟ هو طول الوقت عينيه شكلها يا اما زي ما حضرتك قلت بتبص لبره او بتبص لجوه، او في عين يعني نظرتها مرتفعه عن عين، ولا ده ممكن يحصل في بعض الاوقات؟ يعني مثلا ممكن يحصل وانا بقرا يحصل لي حاله الحول دي، او تبان ظاهره عليا، او انا ببص يمين او انا ببص شمال، يعني في بعض المواضع فقط بس هي اللي تبان حاله الحول. لا، في نوع من الحول اسمه الحول الدايم، وحاجه اسمها الحول المؤقت. يعني الحول المؤقت يحدث في بعض الاوقات ويختفي بعض الاوقات، ده له علاج، والحول الدايم له علاج تاني. بس هو تاني نوع من انواع الحول احنا هنتكلم عنها، مهم جدا. نوع من انواع الحول ما بيحتاجش عمليات، اسمه الحول التكيفي. الحول التكيفي ده بيكون بيظهر في السنه الثانيه او السنه الثالثه من عمر الطفل. بنيجي نفحص الطفل، الاب او الام جايبين الطفل بيقول ان احد العينين بتنحرف الى الداخل، بيحصل لها حول انسي، حول تكيفي زي كده في الايه، في الصوره كده. خطوات الكشف برضو بتاع الطفل ده، ان احنا بنشوف حركه العين في 9 اتجاهات، بنلاقي العين بتحرك عادي جدا. بنعمل له، بنحط له قطره التوسيع بتاعه العين، بنلاقي ان الطفل ده عنده حاجه اسمها طول نظر. طول نظر اكتر من درجتين. الطفل ده بيمشي في 3 سيناريوهات، بيكون له 3 سيناريوهات. السيناريو الاول اللي هو المحبب لي انا شخصيا ومحبب لكل اطباء العيون، ان هو يلبس نظاره. اول ما يلبس نظاره زي ما احنا شايفين كده في الصوره اتظبطت شكلها على طول، يعني في ساعتها يلبس النظاره، هو في العياده لبس النظاره، الحول انعدل، يشيل النظاره يرجع تاني محول. طبعا ده بيبقى وضع مؤقت. يعني ايه وضع مؤقت؟ يعني كل ما سبب الحول هو بسبب طول النظر. طول النظر ليه؟ العين صغيره وهو سنه صغير، كل ما بيكبر طول النظر بيتحسن، الحول بيتحسن، هيجي له يوم مش هيكون عنده لا نظاره ولا عنده حول. يعني في حول حياتك بتنصح الاهل انه ما يلجاوش للجراحه، لان هو مع الوقت يعني هيحصل له تحسن تلقائي من نفسه. هو نوع الحول اللي هو النوع ده اسمه الحول التكيفي اللي بتصلح بالنظاره. لا بس سؤال بقى يا دكتور، هل انا مضطر طول الوقت البس نظاره عشان شكل عيني يبان طبيعي وما فيهاش او ما يبانش الحول ده بشكل ظاهر؟ ولا مع الوقت انا ممكن عينيا ترجع مره ثانيه للوضع الطبيعي؟ هو عنده حاجه اسمها طول نظر، اكتشفنا عليه، لقينا عنده 3 درجات أو 4 درجات من طول النظر، ويمكن اكتر من كده. ده بسبب ان عينه لسه صغيره. العين اللي فيها طول نظر بتميل الى الانحراف الى الداخل. كل ما بيكبر في السن كل ما الحول بيتحسن، طول النظر بيتحسن، فبالتالي شكل العين بيظبط. بيظبط. هيوصل في يوم من الايام عند سن 12 او 13 او 14 سنه طول النظر ما عادش موجود والحول ما عادش موجود. بس في بقى بعض الاحيان الاطفال دول نلبسهم النضاره، يلبس النضاره نلاقي ما فيش تحسن في درجه الحول. نلاقي يعني نستنى عليه شهر او شهرين نلاقي ما زالت العين منحرفه الى الداخل مع انه لابس النضاره. يبقى معنى كده سبب الحول اللي موجود مش طول النظر. ساعتها سبب الحول هو ضعف في العضلات. فساعتها يحتاج العمليه. طيب ممكن الشخص يكون بيعاني من المشكلتين مع بعض، بمعنى ان هو عنده طول نظر وكمان بيعاني الى جانب طول النظر من ضعف العضلات؟
تمام. ما هو لا يوجد ما يمنع ان واحد عنده ضعف، المشكلتين مع بعض، ان يكون عنده ضعف في عضلات العين مسبب الحول، ويكون عنده طول نظر مسبب الحول. ما فيش مانع ان الاثنين يحصلوا مع بعض. ده علاجه للاسف الشديد عمليه ولازم تتعمل بسرعه. طيب ليه الناس فكرها ان احنا خايفين على الشكل؟ الشكل طبعا زي ما سعادتك قلت في الاول في المقدمه ان الشكل ده فعلا حاجه مهمه. الطفل اللي هو الاحول اللي هو داخل مدرسه 4 سنين او 5 سنين، الاطفال هيحصل عليه تنمر طبعا ومضايقات طول الوقت. الاطفال هيتنمروا عليه، هيبقوا يميل الى العزله، يميل التوحد، يصبح اكثر عداء مع زملائه. فطبعا هو الناس فكرها ان احنا بنعمل عمليه الحول او مستعجلين على عمليه الحول عشان الموضوع ده، عشان نعدل الشكل. الشكل ده حاجه مهمه، انما انا كطبيب متخصص في الحول والجهاز الحركي للعين، انا خايف على الطفل ده من حدوث حاجه اسمها كسل العين، الكسل الوظيفي. الفتره ديت اللي هي فتره 2-3 و4، ده مرحله النمو بتاع مراكز الابصار في المخ. المخ او قشره المخ بتستقبل الصوره من العين المستقيمه وبتهمل العين اللي هي محوله، لان العين المحوله بتودي صوره غير سليمه او غير جيده لمركز الابصار، فبالتالي بيتجاهلها المخ. المخ يتجاهلها. وطبعا من الثابت علميا ان علاج كسل العين، كسل العين في الفتره اللي هي بتاعت ست، يعني قبل 6 سنين، بيكون حاجه يعني نتائج كويسه. كل ما الوقت اتاخر وعدينا سن 9 سنين بيبقوا الموضوع صعب جدا. يعني الواحد بيحزن اما يلاقي طفل او يلاقي واحد كبير عنده حول، وجاي مثلا عنده حول انسي والحول ده جاي مهمل منذ الصغر. طب انت ما عملتش عمليه ليه؟ يقول لي ما الاب والام زمان ما كانش فيه، وما كانش وعي، ما كانش فيه وعي، ما كانش فيه، او خايفين. يعني دايما حتى احنا نقول العينين دول يعني جوهره، فخايفين نعمل لطفل عمليه فيهم فبالتالي يفقد يعني النظر بالمره. ولكن يا دكتور خلينا نقول انه دايما، وانا مهتمه جدا ومبسوطه جدا ان احنا بنقول الكلام ده دلوقتي، بمعنى ايه؟ ان التدخل في وقت مبكر ده بينقذ ابصار الطفل، تمام، ومش هياثر على عينيه، وهيحافظ كمان على الرؤيه عنده بشكل سليم، ومش هيخلي العين تبقى مكسله زي ما حضرتك قلت. تمام. طيب كتير من الاطفال الرضع مع يعني الايام الاولى للولاده بنلاحظ ان عندهم المشكله دي. تمام. يعني دايما حتى احنا نقلق جدا كامهات، ايه ده، هو الطفل ده يعني عنده حول؟ سؤال ممتاز. تمام. طبعا الطفل في منذ الولاده، يعني في الشهر الاول او الثاني او الثالث، بحد اقصى الشهر الرابع، ممكن ما بيحصلش نمو كامل للعضلات، فبنلاقي عضله اقوى من عضله، فممكن تشد العين الى الخارج او تشد العين الى الداخل. ده مسموح في اول 2-3-4. بعد 4 شهور غير مسموح اطلاقا، غير مسموح اطلاقا بوجود انحراف في العين، لا لبره ولا لجوه. معنى كده ان انحراف موجود في طفل اكتر من 4 شهور يستدعي زياره الطبيب المختص. يعني ما حدش يقول ده لسه رضيع، عادي جدا ان عينيه تبقى ما هياش مظبوطه او فيها نوع من انواع الحول. لا، ده هو بعد 4 شهور لازم يتم التدخل عادي في سن شهر او 2-3 شهور. وفي اطباء عيون ابحاث بتقول مش عادي بعد سن 2، احنا بنقول اقصى حاجه 4 شهور. بعد 4 شهور في انحراف في العين، معنى كده ان في مشكله موجوده في العين. المشكلة ديت أفضلهم أو أحسنهم ما يسمى بالحول عند الأطفال الرضع، أو الحول الخلقي. الحول الخلقي في له صورة موجودة، بنلاقي الطفل جاي في السنة الأولى عنده مثلا 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور، بنلاقي عنده العينين منحرفين إلى الداخل. ده اللي بنسميه الحول الخلقي، زي ما احنا شايفين كده. في الحول الخلقي ده بنفحص الطفل،
طبعا فحص الطفل ده بيكون تحت تأثير المخدر الكلي. بنفحصه تحت تأثير المخدر الكلي، بنحط قطرة توسع حدقة العين، وأهم حاجة فيه بنطمن إن مفيش مشكلة داخلية داخل العين. لأن للأسف الشديد ممكن يكون انحراف العين ده بسبب وجود مشكلة في الشبكية، أو مشكلة في بسبب وجود مية بيضة خلقية هي اللي عاملة الحول ده. إذ وبنفحص له النظر بنلاقي إن ده ما عندوش طول نظر، وبنلاقي درجات النظر بتاعه سليم، بس عنده انحراف للداخل. ده طبعا العملية بتاعته عملية بسيطة وسهلة جدا بتتعمل، وبتكون النتيجة زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي جنبها. طيب دكتور، هو واضح ان في اسماء كتير او انواع كتير للحول. ده اسمه حول خلقي، مظبوط؟ حول خلقي. انا شايفه ان هو شبه جدا للحول الانثي. مش احنا قلنا الحول الانثي ده هو العينين مقربه جدا من بعض؟ ما هو الحول الانثي نوع منه اسمه الحول الخلقي، اللي هو زي شفناه دلوقتي. ده نوع منه بيحصل حول انثي في خلال السنه الاولى من عمر الطفل. يعني الطفل اللي احنا شفناه دلوقتي هو مولود يعني بالحاله دي، واستمرت معاه لاكثر من 4 شهور، فبالتالي الاهل دخلوا. ده زي ما احنا برضو في حاله برضو تانية هي، بس للاسف الحاله دي عينيها الاثنين مقربين من بعض اهيت قبل العمليه. دي للاسف الشديد جات وعندها 9 سنين، كان كل همنا ان احنا نصلح منظر العين كشكل وليست كوظيفه. العين المحوله دي اللي احنا شايفينها العين اليمين، للاسف عانينا معاناه شديده بعد عمل عمليه عشان نستعيد فيها النظر، بسبب ان المخ اهمل العين دي لانها ضعفت. لانها ضعفت، فيها ضعف. المخ بدا يهملها، فبدانا نعمل معاها التمارين علاج كسل العين، وبدات الحمد لله في استجابه للطفله دي. بس دكتور، انا لما بشوف يعني الصوره دي الحقيقه، وغير عن الصور اللي انا شفتها طول الحلقه من اول ما بدانا نعرض الصور، الحقيقه انا يعني مذهوله وممتنه جدا انه في عمليات بتخلي الطفل يرجع يعني حقيقي هيمارس حياته بشكل طبيعي، حقيقي مش هيبقى مكسوف، حقيقي يعني هينخرط في المجتمع بشكل طبيعي من غير ما حد يتنمر عليه زي ما احنا قلنا دلوقتي او يضايقه. فدي حاجه يعني هايله. هي دلوقتي الحمد لله التقدم الهائل في طب جراحات العين والمراكز البحثيه الكتيره اللي موجوده في مصر والجامعات واساتذتنا المحترمين اللي علمونا الكلام ده، بدأت نتائج العمليات دي بقت أفضل كتير عن السابق. إحنا دلوقتي بقينا ممكن ندخل طفل عمره 5 شهور عنده حول خلقي يعمل عملية بكل أمان. ليه؟ لأن المهارة الجراحية خمس شهور. ليه؟ لأن المهارة الجراحية بقت كويسة عند معظم الأطباء، من عدد الحالات الهائل أو التخصص في المجال ده بالذات اللي هو تخصص الحول والجهاز الحركي للعين. ثانيا الميكروسكوبات الحديثة اللي بدأنا الحمد لله بقت متوفرة في معظم المستشفيات المصريه، بقينا بالظبط. كان الاول زمان من 10 سنين كان اللي بيتعمل عمليه الحول ديت بالعين المجرده. يعني الطبيب ماسك بيفتح بعينيه ويبص لعين العيان ويعمل. لا دلوقتي بقت الشغل بالميكروسكوبات الجراحيه الدقيقه. ثانيا طبعا في الطفل ده طبعا احنا بنخاف عليه التخدير. طبعا في تقدم هائل في وسائل التخدير، والطفل بينام ويصحى بامان ومفيش ان شاء الله مشكله خالص. احنا في الطفل اللي هو عنده الحول الخلقي ده بنخاف عليه. ليه بنخاف عليه؟ لان في الفتره طبعا الاولانيه بيحصل نمو في مراكز الابصار اللي موجوده في المخ، فاحنا عاوزين نلحق المراكز ديت قبل ما يحصل لها نمو، عشان حاجه اسمها مركز الدمج يحصل له نمو عشان الوظائف البصريه للطفل ده تنمو بالشكل الكامل. يعني سرعة التصرف دي حاجة يعني مهمة جدا، لأنها بتنقذ إبصار الطفل. بتنقذ إبصار الطفل. طيب دكتور، تعرف يمكن كنا بنقول إن الأهالي لما كان بيصادف إن يحصل في العيلة طفل يصاب بالحول ما كانوش بيتدخلوا مبكرا، لأنه كمان كان في فكرة مسيطرة على المجتمع كله، أو كانت بتتقال كتير قوي الفكرة دي، انه الطفل ده بعد شويه عينيه هتظبط وهيتحسن وهيبقى كويس جدا، محدش يتدخل دلوقتي لانه مع الوقت الحول بيتصلح لوحده.
احنا في العياده بتاعتنا عايز عارفه حياتك سمعت الكلام ده؟ اه سمعته طبعا، سمعت طبعا. ده ممكن يحصل في حاله واحده بس، اللي هي الحول اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي اسمه الحول التكيفي. الحول التكيفي ده كان بسبب طول النظر، طول النظر هيتحسن مع نمو الطفل، فالحول هيتحسن. دي الحاله الوحيده. بس للاسف الشديد احنا بنقعد في عياده الحول بيجي لنا طفل عنده سنه او سنتين ولا عنده حول، اكشف عليه الاقي الطفل ده عنده لا قدر الله ميه بيضه في عينه. الميه البيضه ديت العين التي لا ترى تنحرف الى الداخل او تنحرف الى الخارج. طب خلينا يا دكتور نقف عند النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، ان طفل يبقى عنده ميه بيضه في عينه، دي حاجه يعني انا اول مره اسمعها. هناخد نوال ونرجع نتكلم في النقطه دي. مدام نوال اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي مدام نوال. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور مع حضرتك. يا فندم. يا دكتور، انا معايا طفل كان مولود لي 7 ايام. معايا طفل كان مولود لي 7 ايام. مولود في الشهر السابع ولا عنده دلوقتي؟ لا عنده، كان ليه 7 ايام. عنده اسبوع. عنده اسبوع. وبعد كده بقى يصرخ يصرخ جامد، ولما وديناه للدكتور قال ان هو السكر بتاعه انخفض. بعد كده عينه اتحولت. طيب هو طبعا ما دخلش، كان المولود على الشهر كام؟ شهر 9 شهور. 9 شهور طبعا. ما 7 ايام ده يعني ما دخلش حضانه؟ لا ما دخلش حضانه. وحضرتك ما كنتش بتاخدي علاج خالص اثناء الحمل؟ لا. والولاده كانت طبيعيه ما كانش فيها اي مشاكل خالص؟ ولاده قيصريه. تمام. بس يا دكتور دلوقتي لي 4 سنين. بقاله ايه؟ بقى دلوقتي حاليا لي 4 سنين وبرضه عينه محوله، بس احنا ما عرضناهوش على دكتور عيون. لا. خفنا يعني احسن. لا. عينه تحصل لها حاجه. بقى هو ايه يا دكتور؟ طب هو قالت ايه؟ بقاله ايه؟ 4 سنين. 4 سنين عنده؟ 4 سنين. دلوقتي حاليا عنده 4 سنين وعينه برضه زي ما هي محوله. طيب خلاص. فيا حضرتك دكتور عايز تسالها. يا استاذه نوال، عندك مستشفى تابع لوزاره الصحه المصريه ممتازه جدا في اسوان اسمها مستشفى رمض اسوان. اسمها ايه؟ مستشفى رمض اسوان. اه دي حضرتك توجهي هناك، هتلاقي ناس متخصصين وشاطرين جدا هيفحصوا الولد بكره الصبح. بكره الصبح. ايوه. انت بتقولي 4 سنين، حرام عليك يا مدام نوال. لازم تروحي. انت عرفتي اسم المستشفى؟ ايوه رمض اسوان. طيب لازم تروحي وما تسكتيش. حاضر. وانت شفتي طبعا معانا الصور قد ايه الحالات متحسنه جدا. ايوه. طب هي المستشفى في اسوان؟ مستشفى رمض اسوان. رمض اسوان دي مستشفى مجاني تبع وزاره الصحه. يا نوال يعني موجوده في محافظه اسوان؟ في محافظه اسوان. اه في مدينه اسوان جنبك يعني يا نوال، بقى مالكيش اي حجه. ماشي. بشكرك وربنا يشفيه. دكتور اهي يعني احنا كنا بنتكلم والحاله يعني صرحت اللي احنا بنقوله. 4 سنين وهي شايفه حاجه. يعني انا بقول ان الحول ده مشكله مش مستتره، دي مشكلة واضحة جدا. واضحة جدا. احنا في وما ينفعش اهملها. في استاذ ليا من الاساتذة اللي علموني قالوا لي انت فكرك الحول ده حاجة مش كويسة، الحول ده ممكن يكون علامة خطيرة تنقذ الطفل ده. فأنا بقول لحضرتك احنا في حالات كتير بتجيلنا عنده سنة أو 6 شهور ونيجي نفحصه نلاقي عنده مشكلة في الشبكية أو عنده مية بيضة، وأول حاجة أظهرتها إن العين محول. يعني دي اول ساين او اول علامه تقول ان ممكن الطفل ده يكون عنده مشكله خطيره في العين. مشكله خطيره في العين هي الحول او تليف في الشبكيه. طيب. او عيب قلق في الشبكيه او وجود ميه بيضة، كل الحاجات دي. لو ما كانش الحول ده ظهر، لان الطفل للاسف في السن ده مش قادر يقول لمامته انا مش شايف، وبيقول لها انا مش عارف يعبر. فايه الحاجه اللي الجسم بيعبر عن نفسه بايه، او العين بتعبر عن نفسها بايه؟ ان هي يا اما تنحرف الى الداخل او هتنحرف على الخارج. فبتقول لنا ان ده عنده مشكله. فالطفل بيجي مع والدته، الولد ده عنده حول، نيجي نكشف عليه. اول ما نبص عليه ونعمل خطوات الكشف السليم نلاقي في مشكله جوه العين، فيتوجه ولا ده حله مش معايا انا كطبيب حول، حضرتك توجهه لعياده الميه البيضاء يعمل الميه البيضاء يتعالج، النظر يرجع في العين دي كويس ويبدا الحول يتحسن من تلقاء نفسه من غير عمليات. او من غير عمليات. طيب دكتور، لفت نظري جدا قصه ميه بيضه بيعاني منها طفل عنده 4 5 سنين مثلا.
احنا دايما كنا نسمع الشخص اللي بيعاين المايه البيضاء ده هو بعد الخمسين بعد الستين تبتدي الناس يبقى عندها مشاكل فيما يتعلق بالمايه البيضاء او المايه الزرقاء. ايه دكتور اللي ممكن يحصل لطفل صغير في السن يخليه يصاب بالمايه البيضاء؟ المايه البيضاء ممكن الطفل يتولد النهارده والطبيب بتاع الحضانه يفحص الطفل يلاقي ان عنده عينين الاثنين فيهم مايه بيضاء. ده ممكن يكون بسبب ان والدته اثناء الحمل اصابت بحاجه اسمها التوكسوبلازموزيس او بالحصبه او حاجات خلقيه حصلت اثناء الفتره بتاعه الحمل. في الفتره اللي بعد كده ممكن الجينات بتلعب دور في تكوين المايه البيضاء في الاطفال، او لا قدر الله اما يكبر شويه وبدا يلعب اتخبط في عينه، كل ده حاجات بتعمل الميه البيضاء. على حسب الدرجه بتاعتها وعلى حسب ان هي في عين واحده ولا اثنين، الطبيب هو اللي بيقيم بقى. بيقيم الوضع بتاع الطفل وهل هو يحتاج عمليه، والعمليه دي هل هتكون مبكره ولا هتكون متاخره شويه، هل هنزرع عدسه الطفل ده ولا مش هنزرع له عدسه الا بعد 3 سنين. كل الكلام ده على حسب بيختلف على حسب بيقيم الحالة. من قبل الطبيب على اساس او على حسب الحاله. دلوقتي عاوزين بس نقول للمرضى ان حته العيون ما بقاش في حاجه اسمها طبيب عيون بس بتاع لا، ده بقى في تخصص جوه التخصص يا دكتور. يعني حتى مدام صابرين. الو مدام صابرين اتفضلي. طيب دكتور حضرتك كنت بتتكلم وبتقول انه في تخصص جوه التخصص. يعني مش هروح لدكتور عيون على طول لو انا ابني بيعاني من الحول، ولكن هروح لدكتور متخصص في الجزئيه دي. يعني حتى المايه البيضاء اللي كنت حضرتك ذكرتها حاليا، المايه البيضاء في الكبار غير الصغيرين، يعني اللي بيشتغل ميه بيضاء للاطفال الصغيرين ده تخصص داخل تخصص جراحه المايه البيضاء. خبر. على فكره التخصصات دي حاجه هايله جدا، لانه هي لما حضرتك بتروح لحد يعني واخد جزئيه بسيطه جدا جوه التخصص الاساسي دي نتائج هايله. نتائج هايله طبعا، وكل ده طبعا بيبقوا لامان المريض ومصلحه المريض. صحيح. من الاول للاخر، يعني ده اهم حاجه عندنا هي مصلحه المريض. طيب عرفنا يا دكتور من خلال الحلقه ومتهيألي دي معلومه كتير من الناس ما كانتش عندها، انه ممكن في سن صغير جدا الطفل يلجا لجراحه تعالج مشكله الحول. السن الصغير ده اللي هو 4 شهور ممكن في خلال برا الشهر الرابع يعمل عمليه بره مصر. يفضل في عند 4 أو 5 شهور يتعمل، بس هنا طبعا بنلاقي معارضه كبيره جدا من الاهل طبعا، وخصوصا مين عن خبره، الجده. جده الطفل، انت هتعمل له عمليه وهو لسه حته لحمه حمراء ازاي؟ ما هم مش فاهمين. بره مصر بتعمل عند 4 شهور و5 شهور، احنا هنا في مصر بيفضل ما نعديش السنه الاولى الا لما الطفل ده يكون عامل عمليه. والحمد لله نتائجها واضحه وممتازه وامنه جدا، والطفل ده بيعيش حياته طبيعيه وبينسى في يوم من الايام ان هو كان عمل عمليه الحول. حول خلقي من افضل انواع الحول اللي بتتعالج وما بيسيبش اي اثر نهائي وما بيسيبش اي اثر في العين، والطفل ده بيبقى طبيعي ما بيفتكرش في يوم من الايام ان كان جاله حول. مش هيفتكر بقى غير لو كان ليه صوره شافها، فيفتكر ان هو كان بيعاني من المشكله دي وان هو اتعالج بشكل يعني تام. طيب دكتور خلينا نسال، هل الوراثه ليها علاقه باصابه الطفل بالحول؟ يعني هل العامل الوراثي ليه دور؟ عملوا دراسات وابحاث ما لا يوجد علاقه، لا يوجد علاقه ان مثلا اب عنده حول يبقى اكيد ولاده يبقى عندهم حول، لا ما بيحصلش. يعني ملهاش علاقة، دي ملهاش علاقة بدي خالص. يعني مش معنى ان طفل عنده حول يبقى اخوه عنده حول او ابنه اللي بعد كده هيبقى حول، لا ما ليس لها علاقة نهائي. طيب هل تعرض الطفل مثلا وهو بيلعب، انت عارف ان الاطفال يا دكتور اشقياء متحركين، يتحركوا كتير، ممكن حركات عشوائية جدا، لو الطفل اتخبط هل ممكن الخبطة دي تتسبب في حول؟ سؤال ممتاز جدا. في نوع من انواع الحول اسمه الحول الدوراني، ده مهم جدا. اول ما بيجي لنا طبعا كلنا عارفين ان زي ما قلنا في الاول ان العين بتحرك ازاي، ان اشاره عصبيه بتيجي من المخ بتنزل على جذع المخ، جذع المخ بيدي لثلاث اعصاب، العصب الثالث والعصب الرابع والعصب السادس. اذا لا قدر الله حصل خبطه شديده في الراس،
ممكن العصب الرابع يحصل له تلف، فيكون العصب الرابع ده اللي بيخلي بيحرك عضله اسمها العضلات المائله. ايه العضلات المائله دي؟ اللي بتخلي العين تلف حوالين المحور بتاعها. اول تشخيص للطفل ده ان الطفل بيجي زي الصوره اللي قدامنا ديت، دي طفله كانت متحوله لنا للاسف من عند مين؟ من عند طبيب عظام. طبيب عظم. رايحه للدكتور العظم، والدتها بتقول له ده البنت ديت عوجه رقبتها دايما كده. دايما ماشي عوجه رقبتها كده. على فكره هو ده اللي انا لاحظته في الصوره، يعني انا ملاحظه ان هي عوجه رقبتها. عوجه رقبتها كده. لكن انا ما حسيتش ان هي عندها مشكله في عوجه رقبتها كده. دي عندها ضعف في العصب الرابع. اما خدنا قال لها روحي اكشفي عند دكتور عيون. البنت دي لو حضرتك عدلنا راسها للوضع الطبيعي، بنلاقي ان العين تبدا تشوف الحاجه اتنين. يعني يا دكتور هتشوف كل حاجه اتنين؟ شوف كل حاجه اتنين، الكوبايه يعني كوبايتين، الشخص شخصين، تلفزيون تلفزيونين. فلذلك يعني دايما هي ماشيه عوجه راسها كده عشان تشوف كويس. عشان تشوف الحاجه حاجه واحده. تشوف حاجه واحده مظبوطه. اما جينا فحصناها باختبارات معينه احنا بنعملها، لقينا عندها للاسف الشديد حاجه اسمها شلل في العصب الرابع. للاسف الشديد ما خدنا تاريخ المرضي، ان دي كانت راكبه دراجه مع اخوها وقعت فمن فتره، والموضوع عدى وخلاص. معقول؟ وانتهى وخلاص وعدى. بس حاجه زي كده يعني دي شكوى، متهيألي اي طفل يقدر يشتكي منها. انا بشوف الحاجه اتنين. لا يعني دي مش حاجه هتمر كده مرور الكرام. لا هي عشان هو طفل مش قادر يعبر عن نفسه، فهو بيعمل ايه؟ بيحود راسه. فلذلك نصيحه من الحلقه ديت، لو طلعنا بقى مهمه جدا، اي طفل والده او والدته لاحظوه بيعمل الحركه دي كتير، لاحظوه ماشي عوج راسه او حاود وشه لوجهه وهو ماشي، لازم يستشير طبيب عيون. ولازم يسالوه على قصه هل انت بتشوف الحاجه حاجتين. لازم يستشير طبيب عيون، لانه مش هيعرف تشخص الا لما طبيب عيون يشخصه ويكشف على الاجهزه المتخصصه عشان يشوف الموضوع ده. طبعا الموضوع ده له علاج، يعني دي هنتكلم على العلاج يا دكتور بعد مدام هبه. السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام هبه، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. انا اول ما سمعت حضرتك بتتكلم عن معلومه في حول الاطفال قلت معلومه مهمه قوي، هي اصلا حصلت في ابني. قلت حضرتك دكتور ممتاز ما شاء الله عليك. الله يخليك يا فندم. هو انا ابني مولود، هو عنده حاليا 11 سنه، هو اتولد بضمور نسبي في المخ، جزء ضمور في المخ يعني. هو كان اتشخص بس بعد ما عملنا فحص قاعين لقينا في جزء ضعف في الشبكيه في العين الشمال ونب فوق مركز الابصار وضعف في الابصار شديد. ومشينا سنين يعني ثلاث سنين ولا حاجه علشان يحضروا له عمليه حول بالفعل. وبعدين اراد ربنا ان هو اصلا عنده حاجه اسمها متلازمه كارتيجنر في ان الرئه بتاعته بيجي له التهابات رئوي متكرره والرئه حالتها مش كويسه. فالدكتور بتاع التخدير رفض علشان ما كانش عنده عنايه مركزه وخرجنا، ورحنا لدكتور تاني قال لا ده ما كانش حول يا جماعه، ده كان ضعف في الشبكيه. تمام. فبعدها بكام سنه حضرتك على يعني من الكلام ده بنتكلم فيه من شهرين او ثلاثه، حصل خبطه في العين الثانيه اليمين اللي كان بيشوف بيها. رحنا للدكتور قال في انفصال في الشبكيه وفي ميه بيضاء على العين. وطبعا الثانيه برضه حصل برضه فيها انفصال اللي هي كان مولود بيها فيها مشكله. المشكله بقى حضرتك يا دكتور مش ان انا مش هعرف اعمل له العمليه ولا لا، ده انا جريت كتير وعملت الفحوصات، بس انا حاله الرئه بتاعت ابني لا تتحمل التخدير، حتى كنا محضرين له برضه عنايه مركزه بعد العمليه وعملنا كل حاجه وقسنا عدسه وكل تحضيرات العمليه اللي ممكن نعملها، قسنا عدسه والدكتور عمل اشاعات والحاجات بتاعت الشيست والكلام ده كله، بس كل ما مش عارفين نحضر الولد اصلا للتخدير لان صدره مش بيتحسن نهائي، هو اصلا عنده تليف رئوي وشايفته جزء صغير. سؤالي برضه عشان ما اطولش على حضرتك، هو يعني هو ربنا اراد ان مش ابني مش هيقدر يعمل العمليه دي، وانا عارفه ان انفصال الشبكيه بيؤدي الى العمل ده، بعد قد ايه واعمل ايه؟ يعني هي حاله ابني صعبه شويه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بس لا عارفه احضره عشان ادخله العمليه
وانا عارفه مضاعفات انفصالات الشبكيه فمش عارفه اعمل ايه. طب انت حضرتك رحتي مستشفى ابو ريش الجامعي تبع جامعه القاهره؟ رحت لا انا كنت في القصر العيني رحت ودكاتره ما شاء الله ممتازه ودكتور تخصص شبكيه وميه بيضاء اطفال وهما ما قصروش ولكن احنا مش عارفين نحضر ابننا مش عارفين بكل الطرق. مره جاله كوفيد فاثرت كمان على الـ على الـ على الرئه فنسبه التليف عندي ابني بعد ما عملنا السيتيهات عاليه نسبه التليف عاليه جدا فدكاتره التخدير مش عايزين يدخلوه خايفين وانا مش عارف احضره انا ودكتور الصدريه احنا بقى مشهور في الكلام ده. انا لاحظت ان ابني ما عادش بيشوف الا حاجات بسيطه قوي يعني بقيت بشيل من قدامه الحاجات اللي ممكن يتخبط فيها. طب دكتور محتاج تسالها هو يعني هو الحل ان هو يعمل عمليه ما انا عارفه طب احنا مش عارفين نعمل عمليه ايه اللي هيحصل بقى بعد كده. طيب مدام هبه انت يعني انت عايز تعرفي ايه اللي هيحصل في حاله ان حضرتك انا كده مش عارفين نعمل عمليه لا حاولنا في كذا مكان لا مش عارفين عشان صدره. طيب انا بشكر حضرتك جدا والف سلامه عليه. الله يسلمك دكتور. ما هي كل شيء بقدر يعني وطبعا احنا بناخد بالاسباب وبنستشير اطباء التخدير الثقات الكويسين وانا رايي ان هو الحل الامثل له تتابع في مستشفى ابو ريش جامعه القاهره ده مكان حكومي محترم اي حاجه يعني ممكن تتعمل هتتعمل هناك. طيب دكتور لما بيحصل الحول في مرحله مبكره من العمر يعني هل بيكون هو اللي علاجه اسهل ولا لما بيحصل في مرحله متقدمه؟ ولو حصل في مرحله متقدمه من العمر اكيد بيبقى في اسباب يعني ممكن شخص يكون عايش طول حياته كويس وفي سن الأربعين الخمسين يصاب بحول مظبوط؟ حول في الكبار حول جه مرة واحدة معنى كده إن في حاجة حصلت في المخ يعني معلش مصيبة كبيرة حاجة حصلت زي ما احنا قلنا العين بتحرك ازاي نقول تاني بإشارة عصبية بتيجي من المخ تطلع لجذع المخ للأنوية الأعصاب اللي بتغذي العين معنى كده لا قدر الله إن لإما حصل التهاب في أحد هذه الأعصاب وده يعني أقلهم خطورة وأقلهم سيناريو في الحدوث بيحصل حاجة اسمها التهاب وده حاجة شهيرة جدا في المرضى اللي عندها سكر بيحصل حاجة اسمها التهاب في العصب السادس. التهاب العصب السادس ده العصب السادس ده اللي بيغذي العضلة الخارجية اللي هنا لو العضله دي ضعفت بنلاقي العين انحولت الى الداخل فساعتها المريض ده بيجي بيشتكي ان هو بيشوف ازدواجيه في الرؤيه. الازدواجيه في الرؤيه ديت مع المريض اللي عنده السكر بننصحه ان هو يتوجه لطبيب مخ واعصاب بيعمل له حاجه اسمها رنين مغناطيسي على المخ بيستثني وجود لا قدر الله من وجود نزيف في المخ او ورم حصل في المخ وبعد كده بيدي الادويه اللي هي بتقوي الاعصاب بيعدي شهر اتنين تلاته لغايه ست شهور غالبا بيحصل تحسن والعين بترجع تتحرك تاني لو كان السبب التهاب في احد الاعصاب. لو ما حصلش الالتهاب ده ما خفش او العين ما زالت منحرفه الى الداخل بيتوجه هنا تاني احنا بنعمل له عمليه فكره العمليه ديت ان احنا العضله ديت هي اللي ضعيفه والعضله دي شغاله والعضله دي شغاله فبناخد جزء من العضله اللي فوق وجزء من العضله اللي تحت وبنوصلها في العضله اللي هي الضعيفه دي فتبدا العين تتحرك تاني بس ده ما بيتعملش قبل ست شهور من الاصابه. في برضو لا قدر الله ممكن بعد تاثير الحوادث الشديده وحدوث رجه في المخ بيحصل تورم في المخ، التورم في المخ بيؤدي الى قطع لا قدر الله في العصب السادس زي ما احنا قلنا او لا قدر الله زي ما قلنا الحول الدوراني اللي احنا اتكلمنا عنه بيؤدي الى قطع في العصب الرابع فطبعا دول بيبقوا علاجاتهم للاسف عمليه. ممكن برضو الحوادث الشديده ممكن العين محاطه بالتجويف العظمي ده اسمه محجر العين. ممكن مع الحوادث الشديده او الخبطه الشديده في العين الجزء اللي اسفل العين ده بينكسر فبنلاقي عين نزلت لتحت سقطت لتحت فيشوف ازدواجيه في الرؤيه او يحصل عنده حور راسي. أو العضلة اللي هي بترفع العين أو نزال تحت بتقوم داخلة في الكسر اللي موجود تحت اللي حصل تحت العين. ف
فساعتها الحل بتاع المريض ده ان هو بيدخل بنحرر العضله دي من الكسر ونزرع شريحه تحت العين نرجع العين لمكانها الطبيعي. ولكن لو حصل الحول في الكبر ما ينفعش اهماله، ما ينفعش يتم اهماله او يعني يتم الاستهتار بيه بقصد. لا لا، ده حول في الكبر ده ممكن معلش يجنن الشخص، يعني هو مره واحده مش قصه عين تحول، بيشوف الحاجه اتنين، الشخص قدامه شخصين. حاجه دكتور ما يستناهش عليه خالص. هو السؤال بقى، هو الشخص اللي عنده مشكله الحول دايما بيشوف الحاجه حاجتين، دايما عنده رؤيه مزدوجه ولا ده فقط في بعض انواع الحول؟ في لو هما العينين شغالين، العينين الاثنين النظر فيهم سليم وهو لسه طفل، هو لسه طفل صغير، المخ بياخد الصوره من العين المستقيم فبيبدا بيلغي احد العينين. في برضه نوع من انواع الحول اسمه الحول الوحشي، له صوره معانا هنا في الاعداد يجيبها. ده اسمه حول وحشي تبادلي مؤقت. بيجي الاب والام بيشتكوا من ايه برضه؟ بيقولوا ان الطفل ده في بعض الاحيان او بعض الاوقات بنلاقي ان عين انحرفت الى الخارج، وفي بعض الاحيان بنلاقي العين رجعت المكان، شويه العين اليمين شويه العين الشمال. طبعا ده للاسف بيبقوا له عمليه، بس يعني ما بنكونش مستعجلين قوي في عمل العمليه ديت. ليه؟ لان العينين الاثنين شغالين، شويه العين اليمين بتشتغل شويه العين الشمال بتشتغل زي الحاله دي كده. ده يعني شاب جاي في يعني في سن العشرينات وكان عنده الحول اللي هو التبادلي المؤقت، فلما اتعمل له عمليه العين اتظبطت ورجعت لمكانها والحمد لله ما حصلوش كسل، لان ده العينين الاثنين عنده شغالين. يعني شويه العين اليمين كانت بتركز على المرئي وتشوف، وده برده نفس القصه، نفس يعني في الكبير برده عمل عمليه اهوت، ولما اتعمل العمليه كانت العين اليمين بتحول اهيت، اتعمل عمليه والعين ظبطت اهوت في الايه في النص. ده اسمه الحول الوحشي التبادلي المؤقت. طيب دكتور، ليه في يعني شكوى شائعه بيقولها ناس كتير انه انا ابني عمل العمليه وفعلا يعني شكل عينه بقى طبيعي وبعد فتره رجع الحول مره تانية يظهر بشكل واضح؟ لا، ده يكون بسبب ثلاث حاجات. التقييم الخاطئ قبل العمليه، ان انا ما استشرتش متخصص او ما خدتش درجه الحول المظبوطه قبل العمليه. ثانيا كان في ضعف في النظر وانا اهملت العلاج بتاعه. يعني هو ترتيب علاج الحول اصلح النظر الاول. يعني ما ينفعش تكون عين فيها قصر نظر شديد ويكون او لا قدر الله ميه بيضه وسبب الحول هو الميه البيضه والعين محوله، وانا اروح اعمل له العمليه. طب انا هعمل له العمليه هظبط له العين، طب ما العين دي ما بتشوفش، ترجع تحول لي تاني، فيبقوا اصلاح الحول هيبقوا لايه لوقت معين ويرجع تاني. فهو ترتيب اصلاح الحول، اول حاجه نعالج السبب اذا وجد. السبب اذا وجد نعالج ضعف الابصار وبعد كده العمليه وبعد كده العمليه. طيب هل العمليه اللي اذا يعني اتعملت مره اتعملت تاني هل فيها نسبه خطوره؟ لا ان شاء الله مفيش فيها نسبه خطوره. ليه؟ لان احنا بنشتغل على العضلات اللي بره العين، يعني احنا ما بنشتغلش داخل العين، احنا بنشتغل على العضلات اللي ماسكه العين من بره، بنطولها وبنقصرها، مفيش فيها مشكله. بس المشكله في ايه بقى؟ ان هو يكون عامل عمليه وبعدين يجي لي بحول مرتجع، انا بكون عاوز اعرف منه معلومات عن العمليه الاولانيه. ايه هو التشخيص الاولاني؟ الطبيب الاولاني عمل له ايه؟ يعني اثر العضله في العين اليمين كام؟ واثر العضله في العين الشمال كام؟ فدي نصيحه برضو اي ليا ولزملاء اطباء، انا عملت حاجه لطفل او انا موجود او مش موجود، انا المفروض اكتب انا عملت له ايه، بحيث ان هو لا قدر الله بعد كده اذا احتاج تدخل فيما بعد الطبيب اللي بعدي يقدر يكمل.